حضرتك اتجوزت ازاي؟ لا اتجوزت عن طريق حد جاب لي العريس. جوازي تقليدي عادي من بنت عمي. اتجوزت عن طريق والدتي. اتجوزت زي والدي ووالدتي ما اتجوزوا. عن طريق واحد صراحة ابن حلال يعني قدمني الناس. جواز تقليدي طبعا. جربت توفقي رصين في الحلال قبل كده؟ لا بخاف صراحة. وجوزت ناس وجوزت أصحابي وأصدقائي وناس من العيلة. ربنا على النت قبل كده بس الولد ما كانش كويس. أنا بخاف من موضوع أن أنا أوفق رصيد في الحلال. لا دي ما حصلتش دي. لا ليه؟ لأن الواحد الناس ما نعرفهمش أنا ما نعاشرهم. إيه رأيك في المثل اللي بيقول امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة؟ انت هتمشي في جنازه هتاخد الثواب. هو المثل ده بيقولوه علشان بيحصل مشاكل من الجواز، فبيقول ايه بينه لله اللي كان السبب. لا يمشي في الجوازه برضو لو حاجه في الخير يعني، ما دام بيصلح ما بين اتنين في الخير مش بينحاز حد على حد يعني، اكيد ان شاء الله يبقى في اجر يعني. لو انسان على خلق وانسان محترم وشايف الانسان اللي هياخدها انسانه محترمه ما فيهاش حاجه خالص لو اتدخلت يعني. يعني الواحد ما بيلاقي خير ويجري فيه غصب عنه مش برضاه بيجري فيه. مش كل الجوازات ولا كل الناس يعني تمام. ايه رايك في الجواز المنتشر دلوقتي من خلال مواقع الجواز ومواقع التواصل الاجتماعي؟ انا برفضه تماما. كل زمن وليه جيله. الشباب دلوقتي في بيدور على شقه، الشقه غاليه، بيدور على شغل، الشغل ما فيش. لو على الفيسبوك وتعرفوا وبتاع فصباح الفل قشطه ما يتجوزوا يعني. والنت ما هو الا طريقه للتواصل، ممكن واحد يستخدمه صح وممكن واحد يستخدمه غلط يعني. النت ملوش اي ذنب في اي حاجه يعني. التليفونات وشريك حياه طويل قصير ابيض ايه ده ما لا. فهل في رايك ان الجواز بالشكل ده بيعتبر ناجح؟ عن انترنت لا ما اعتقدش. الجواز ده ناجح ولكن عمره قصير. لا يمكن تبقى ناجحه ابدا يعني. ايه الفرق بينها وبين الثانيه؟ ما هم كده كده اتعرفوا على بعض واتكلموا وخدوا وقتهم. يعني هي بترجع للاثنين. لا باش ناجح طبعا، الصح الصح والغلط غلط طبعا. 90% فاشله. ايه السبب اللي بيدفع كتير من البنات والشباب اللي هم يدوروا على الزواج بالطريقه دي؟ هو حضرتك بقى ترجع للتربيه وترجع للاسره. واخد بالك والمبادئ والقيم اللي هم اتربوا عليها وعاشوا عليها. وفي ركود في الزواج دلوقتي وفي خوف. اللي بيدفع الشباب للحاجات دي لما ما تزعلش من كلامي الحاله الاجتماعيه بتاعت البلد. فهو اصلا بقى التعارف دلوقتي عن طريق الانترنت، فبس بيتعرفوا على بعض لو متوافقين، لو شافوا الدماغ فل يعني فبيكملوا. هم بيلجأوا ليها لانه ما لقيش الطريق الثاني يعني. الزواج اسرع والعياذ بالله طلاق يعني حياه فاشله. موقف الاهل بيكون ايه؟ الاهل من الزواج دوت يعني بتهليش الناس بترجح ده يعني. هم ساعات الاهل بيبقوا مضطرين يعني. انا يعني واحد من الناس، انا مثلا معايا ابن وحيد، لو حصل موضوع زي ده انا هعمل ايه؟ هضطر اوافق واحاول اقول يا رب استرها. وممكن لو حصل جواز بيحصل من ورا الاهل مع الاسف الشديد يعني. ما زميلتي اللي في الشغل وجارتنا وقريبتنا ما دي برضو عندها فيسبوك وممكن تتعرف على حد. والله الاهل ما بيقدروش على حاجه دلوقتي. زي ما هتقابل واحد في الشارع، زي ما هتقابله في الجامعه، زي ما هتقابله على الفيسبوك، زي ما هتقابله في اي حته.